صباح الخير أصدقائي، صار موعدنا مع فقرة الأبراج والخبيرة بعلم الفلك والأسماء والأرقام سيدة فريال. يسعد لي صباحك. صباح النور، يا أهلا وسهلا. أصدقائي بتقدروا تواصلوا معنا على 214-5217 أو 214-5218 ورسائلكم على واتساب أمواج 0944-21-0-53. طيب بكل أحوال هيدي أرقامنا، وبداية معك ست فريال بعد الصباح الخير، شو رح تقلينا عن حركة الأفلاك والكواكب وأيضا حظوظنا لليوم؟ تفضلي. اليوم 30 الشهر، يعني آخر الشهر، يعني عم يسمعني بس بدي نبه شغلي انه نحنا خلينا نتهيأ نفسيا بانه هالايام هيدي نهاية لشي نحنا ما عاجبنا، يعني بس نحنا نهيئ نفسنا لهالامور هيدي. انا برأيي انه بتهون علينا، هذا ما في شي، يعني انه كلامي انه في شي صعب او ما انه محمول او بس، ان شاء الله نعتبره كل نهاية شهر نهاية لشي ما انه عاجبنا، بداية لشي منيح نحنا نتفائل شوي. طبعا الكواكب الساعة بمحلها ما عم تتحرك هالفترة، ممكن تطول الساعة 4-5 أيام. كوكب عطارد، كوكب الزهرة قاعدين في برج القوس ما عم يتحركوا أبدا، وجودا في برج الناري، برج القوس بالعذراء، الميزان، الحوت، حتى الجوزاء ما كتير مرتاحين، شوي متنكدين، شوي نفسيا متضايقين، ممكن ما يكون في سبب مباشر بس نفسيا ما مرتاحين. طبعا وجود المشتري كمان عم يتراجع في برج الحوت، صار له فتره كمان هيدي بيعمل شويه هيك نكد بدون ما حدا يكون في سبب حواليه او بدون ما حدا يسبب نكد لحدا، هو هيك محاله بيقوم الصبح الواحي منه اذا برج الحوت او برج العذراء او برج الميزان، انه ما جاي عباله اليوم لا يشتغل ولا يبادر باي حركه. كمان وجود المريخ كمان عندنا عم يتراجع في برج الجوزاء، صار له كم يوم كمان في هذا كوكب المريخ، انا بعتبره هيك بيعطي الطاقة زايدة عن حدها، ممكن تكون سلبية أحيانا، فأنا مزاجي ما أنه مرتاح، وأنا الجوزاء، فأنا لما بيصير عندي مزاج عالي بيصير ما عاد عاجبني شيء، فبيصير أنا عندي قابلي أنه أنا نكد، أنه أنا أشغل حوالي بشيء ما أنه كويس، بشيء سلبي، فهذه الأحوال لازم شوي نطول بالنا عليها حتى نتجاوزها. إمتى؟ هلا الأسبوع الجاي بتتغير كتير أمور معنا، طبعا بتتغير وجود الكواكب ببعض الأبراج، وهذا الشيء بيعطينا شوية طاقة مريحة وشوية طاقة إيجابية. راح نبلش بأول أبراج اليوم ونصبح على برج الحمل ونقول له صباح الخير يا برج الحمل. اليوم أنت مضغوط نفسيا وعمليا، كأنه هيك عندك شغل كتير، عندك ما عم تعرف من بدك تبلش، مزاجه ما كتير رايق، حدا من المحيط سبب هالشي، يعني من الأهل، من الأولاد، من الأخوات، ممكن كتير كتير يكون عاملين لك هالخضة، فأبعد اليوم عن المواجهة عزيزي، ما في داعي أبدا أبدا، لأن اليوم غير مجدي أي عتاب أو أي مواجهة أو أي عناد، يومين وبتمر يا عزيزي الحمل، فلازم نتحمل. برج الثور كمان منصب عليه ونقول اليوم أوقات عم يقضيها كتير مع اللي بيحبهم، أجواء عائلية، أجواء عاطفية، مساعدات منه إلى، يمكن أنت بتطلب منك مساعدة بتأديها وبكل رحابة الصدر مثل عادتك يا عزيزي الثور، فأنت الطيب وطيبتك دائما وأبدا بتسعى لأنك تساعد وتساند الآخر، أو بتخل أنت حدا بتطلب منه مساعدة وفعلا بيأديها، تغيير بيخليك بخير كل اليوم يا عزيزي الثور، فأنا بعتبره اليوم إيجابي يا عزيزي، فاستغل الأوقات اللي تجيك فيها أجواء حلوة. جوزاء بعد عن أي جدال اليوم يا جوزاء أو أي مواجهة، أنت اليوم مانك مزبوط أبدا، من كلمة بدك تعمل لي فيها قبة، يعني بتعمل لي مشكلة بدون لا شيء، أنت والزوجي، أنت والشريكي، أنت والحبيبي، ما بعرف، بس إن كان للزوج أو للزوجي عم بحكي، فاليوم الجوزاء كتير لازم ينتبه على ألفاظه وعلى نقده وعلى ما بعرف، بدون سبب بيكبر الأمور بيعطيها أكتر من حجمه، فانتبه يا عزيزي، خليك هادي اليوم. برج السرطان اليوم كمان لازم يكون إيجابي إلى حد ما، بيتعرف على ناس جداد أو بيعيد اتصالات مع حدا كانت العلاقة بيناتهم شبه مقطوعة، تجديد بالوعود، اليوم بنوعد بأكثر من وعد وكتير بيتفائل وبيغير نظرته للمستقبل، فالسرطان كأنه عايش من فترة وجاي، يعني ما صار له زمان، ما صار له كتير، شهرين ثلاثة هو بنوعد وما حدا عم يوفي وعده معه، فهو عايش على الوعد،
برج الأسد اليوم بلشت الأمور تصير أحسن كثير. اليوم بتوقع له مفاجأة حلوة، بيقدم له حدا مساعدي وساندي. فأنت اليوم دبلوماسي، مرن بكلامك، عم يعلي وشك ابتسامي بتجنن من كتر ما حلوة، فعم تجلب لك هيك نوع من الحظ أو نوع من القابلية. يعني إن حكيت حدا عم يسمعك وإن سمع أنت حكي حدا سمع أنت عم تبرر له وعم تسمعه، فكتير الأمور اليوم للأخذ والرد، كتير عندك قبول يا عزيزي الأسد. برج العذراء مزاجيته اليوم ما أنا منيحة، عم تزيد محيطك عصبية، يمكن يعني مثل بيقولوا والله عم يقاتل دبان وشو. إن جد يا عذراء عم تدور على حدا تفشغل لك فيه، ما بعرف ليش، هدي شوي، كنوا بعيد اليوم عن أي طاقة سلبية، فالفيك مكفيك، انتبه من حالك وع حالك، ألفاظك عزيزي اليوم كتير انتبه لها. برج الميزان اليوم متقلب المزاج، عندك ضغط، شعور بالوحدة، كأنه صار عنده هيك يقين بأنه يعني غربة العباد مو غربة البلاد، فهو ضمن اللي بيحبون عم يحس بوحدة. قلق شغلك عزيزي، انتبه صحيا، ما في شيء سيء، بس لا تستهون بأي وجع، بعيد الشر عنك يا ميزان. برج العقرب اليوم عم تستعيد قوتك يا عزيزي مثل عادتك، طاقتك كبيرة، متألق بكل حوار عم تقدمه أو عم تخوضه، فأنت اليوم محبوب كتير كتير، عم تظهر جاذبيتك وهيك إيجابيتك في أي أمر بتقوم فيه، فالأمور كتير منيحة يا عقرب. برج القوس اليوم احذر من ألفاظك عزيزي، نقدك خليه شوي مدروس، ألفاظك انتبه عليها، فأنت اليوم قاسي على مين حولك، يمكن على الحبيب، يمكن على الشريك، يمكن على الولاد، كل واحد منا حسب مجال عمله. كتير لازم اليوم كتير تكون منتبه يا عزيزي، أحسن ما تخسر حدا بتحبه، أنت من النوع الطيب، صحيح عصبي بس قريب الرضا، فأنت بتندم لما بتزعل حدا منك. برج الجدي اليوم تغيير، للتغيير للتجديد، حدا عم يفكر عنك، فأنت اليوم ما بتقبل أبدا، فأنت بتأخذ الانفرادية بالرأي. أنا برأيي اليوم كتير كتير لازم تستفيد من فرصك، عندك فرصة، ممكن تكون فرصة اعتذار عزيزي، أو فرصة اعترافك بالغلط أو بالتقصير في أي مجال كان، ما بعرف، عم تستعيد نشاطك بكل شيء أنت كنت مقصر فيه، فبتمنى من الجدي كتير اليوم يستوعب هذا الحكي، وحتى بتمنى إذا عنده شيء هو عم يحسه فيه عنده نقص بأي عمل قام فيه أو بأي واجب ما أداه أو بأي عمل أجله، يحاول اليوم يعوضه. برج الدلو اليوم مضغوط، شغل كتير بس عنده فرص مالية اليوم كتير كتير، راح تيمال يبلش أول خطوة، بيع عقار، بيع أرض، بيع مال يسترده، فالأمور كتير منيحة. على فكرة عزيزي الدلو، أنت بس عندك شغلة، بس تكون جيبتك هيك مليانة كتير مرتاح نفسيا، فالجيبة لما بتفضى أو بيقل العملة فيها، فبتحس إنه أنت صار عندك قلق وخوف، هاي أمور كلياتنا ممكن نحس فيها بس أنت بشكل زايد، فعندك فرصة اليوم حاول تغتنمها وتكون دارسة منيح، يمكن قرار مطلوب بخص بيع أو شري ما بعرف. برج الحوت اليوم مريت بشوية تعب، كأنك يا عزيزي كنت مورط حالك بشي، بجو مشحون، طاقة سلبية كانت حولك، خانقتك بيني وبينك صار لها 10-15 يوم، أي أسبوعين وأكتر، فأنت اللي حطيت حالك بهيك مواقف، بس هلا كأنه بلشت هيك شوي تتنفس السعداء، فرحان اليوم، بتختصر على حالك كتير من شي كان تعبك، انه ممكن كتير انت جاي هيك الظروف لوحدها لعندك وتسايرك، اوقات سلبية تخطر في بالك، بتحس انه الحمد لله انه مضيت وارتحت منها، فالانفراجات بلشت تصير معك وتصير قريبة وعم تدق بابك، فحاول تكون كتير مهيئ انك تفتح لها مجال تدخل حياتك. بتمنى الخير لكل شي عم يسمعني، واليوم راح نصبح على موعد هاليوم ونقول لك ان شاء الله كل عام انت بخير، الف خير. وتل ما حكيت بالبدايه يا جماعه، نعتبر هالسنه او هالشهر هيدا الاخير من السنه، او راح ندخل بالشهر الاخير من السنه، نهايه لكل شيء كان عم يضايقنا، عم يزعجنا، نفوسنا كان شوي تعبانه، مزاجنا ما كثير كان رايق، يمكن خسرنا حدا، يمكن فشلت علاقاتنا بحدا او فكنا ارتباط، فنحن لازم ما انه والله نحطه ببالنا وخلص انتهت الحياة او هون وقفت عنا، لا،
لازم نعتبره دائما وابدا الامر بيصيبنا بحاله فشل او بحاله هيك خيبه امل او خساره شو ما كانت معنويه ماديه، فنعتبره انه بدايه جديده ونبلش من هلا وطالع، وان شاء الله يا رب تكون نهايه للكل من غير شر، انه للاوهام للمتاعب للمصايب للامور ما منيحه، وتكون بدايه كتير 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 تكون كويسه لنا، والسعادة نشوفها يا رب بالأيام اللي جاي. يا رب السعادة والفرح للجميع سفريال، وخاصة يعني مع اقتراب قدوم العام الجديد. صحيح صحيح. إن شاء الله بداية أمل جديدة وانفراجات على هالبلد المتألم موجوع حقيقة. فعلا فعلا. طيب منروح فاصل قصير بعد إذنك سبق لنرجع لرسائل. أول اسم معنا ثائر ابن نبيلة، شهر 10 مواليد 86، 10 شهر 8 عفوا. عم يسأل عن الترفع والنقلة والمال للسنة الجديدة، حسب ما فهمت انه هو ضابط بالجيش وعنده للقادم. سائر عم يسألني بأي كان عملك أو مجالك الله يحميك عزيزي، بلا عندك ترفع وعندك نقل من حال لحال كتير حلو بتجنن. بس نصيحة أنا بوجهها لسائر أو لكل شي عم يسمعني، الواحد منا يحافظ على نجاحه بكتمان سره، ما يحكي شو عم يصير معه. انتبه يا سائر هالفترة من الألفاظ من الأسئلة اللي بتتوجه لك، يمكن حدا من المحيط اللي حولك بحاول دائما أبدا ياخد هيك منك، فحاول دائما أبدا ما بعرف أو اسمع أكتر ما تحكي. فبرجك الميزان، وبرج الميزان قدامه كتير شي حلو بإذن الله. إن شاء الله ألف مبروك سلف. معنا اتصال. ألو مرحبا. أهلا، إذا تريدي فيني شارك. إذا تريدي فضلي. علي ابن أميرة، 6/10/1988. هو أخوي بس أنا بدي أعرف عنه إذا بتريدي. فضل. هيك شغلات برجه ورقمه أو هيك إذا بتريدي. بس هيك تكرم. برجه ورقمه. تكرم عيونك، خليك على السماء. علي ابن أميرة عم تسألني خيته إنه شو برجه؟ برجه العذراء رقم 12. كتير منيح علي الأمور اللي أنت عم تسألي عنها، إن كانت عملية أو سفر أو نتيجة أو عنده كتير أمور منيحة بسنة الجاي، بتبلش الأمور تضحك له بالشهر الرابع وما فوق، ويمكن أنا بقول من 23 إلى 24 تكون أحلى أيام أو أحلى سنين عمره. علي ببلش خطوة منيحة، خطوة نجاح، خطوة تغيير مصير، وأمور كتير منيحة بتصيبه لعلي، وإن شاء الله يا رب الله يحمي علي وكل شيء عم يسألني عنه. بتمنى لك كل خير يا أخته. إن شاء الله يا رب. معنا اتصال كمان. الو 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 صباح الخير. صباح النور. فيني احكي؟ تفضلي. بعد اذنك ست فريان. تفضلي حبيب. انا سالتك قبل بس لما عم تجاوبيني عم ينقطع الارسال عندي. تفضلي. ريم انيسه 12/76. ايوه. مع حاتم ابن حياه. ايوه. 6/1/73. ايوه. هو زوجي. ايه. كيف العلاقه بيناتنا اذا سمحتي؟ وبس بدي أعرف البرج الثاني لبنتي. ريم. تاج بنت ريم. شو اسم البنت؟ تاج. أيوة. تاج بنت ريم. ايه. 5/6/2010. أيوة. إذا سمحتي. تكرم عيون. شكرا. تكرم.
ستريم عم تسألني عنه وعن حاتم زوجين هني ولك يا ريم. انتي سرطان برجك سرطان على اسمك واسم امك, وهو برجو سرطان على اسمه واسم امه. اثنين بتتعادلوا بالزكاة, اثنين عندكم بتتعادلوا انه يعني انت كاشفتي هو كاشفك, فلما انت بتطلعي فيه وتشوفي تعبان فورا بتعرفي بدون ما يحكي, وهو نفس الشيء. هالفترة هيدي مرتب شوية هيك كان كأنه عندكم مشاكل او امور نفسية زعجيتك شوي, فكانت المزعجية ضمن بيتك زايدة, فبدك تتجاوزيها لانه وعكي بتمر من ان كانت بقصد بالوعكي نفسية او صحية. فأمورك منيحة ما كتير هالسلاسي بال لا انت بتعرفي حدك واقف عنده, هو واقع عارف حده واقف عندي, بس انا بتمنى انه ما تسمحوا لدخيل يدخل بيناتكم. تبهي كتير كتير يا ريم. تاج بالنسبة لتاج البنت برجاء السادس عكسكم تماما, انتو فصيلة مائية هو فصيلة ترابية هي تاج, فالعزراء كتير منيحة هادي مسالمة بس خليها تعتمد على حالها اكتر من هيك, فهي شكلها كتير معتمدة عليك وعندها اتكال عليك. أمورها كتير منيحة وبتمنى كل خير لريم ولزوجها ولتاج بنته. معنا جعفر. ألو. سلي صباحك. صباح النور. سلي لياكي بسين الله سمع مدام خيار. تفضل. سلي لياكي. سلي صباحك مدام خيار. صباح النور يا أهلا. سلي لياكي. بلا بس أسألك عن وضعي أنا بشكل عام وعمليا وماليا, إذا هيك يعني في شيء نقلي أو خصوص إذا في عندي شيء مشكلة قانونية. تفضل. جعفر بين فترات 15-12-92. انت صديقنا يا جعفر. تكرم عيونك. خليك على السماء. يخلي بيك يا رب. والله يا جعفر, والله يا جعفر انت جدي, انت برجك الجدي, بس هالسنة ما كانت كتير أبدا, مو كتير, كانت من الأول ما منيحة, متعبة تماما. فأنت تعبت عين, خسارة مادية خسرت, خسارة عاطفية خسرت. أنا عم أقول لك شو الحالي بهالفترة هيدي, شو صاب الجدي, بس كمان أنا بحملك المسؤولية. يعني بتحكي الكلمة ما نقدة عزيزي جعفر, أنت ورط حالك بأكتر من شغلي وأنت ما نقدة, عندك ندم وعم تعاني منه لهلا, يمكن خسارة حدا من أهلك أو علاقة ما يروح مخك مني كتير بعيد, ممكن تكون زعلت البابا الماما حدا من إخواتك ما بعرف, ندمان عليها وانت تراجعت عنها بس ما عاد عم تحسن تضبط الأمور. ناطر توقيع ورقة, من وراء هالورقة ممكن يكون في رزقة, طول بالك ورح فيني يقول لك انه شهر الجاي ان شاء الله تنفك كل هالأزمات. ان كان عم تسأل عن المال بلا بتنفرج ماليا, وانا عم تسألني عن الارتباط العاطفي شوي بدها دراسة يا عزيزي, وخليك كتير هادي بالموضوع وحذر من انه تزيد الطيني بلي, فخليك شوي هيك هادي وطويل البال, واللي بدك يا بدك تناله. اتمنى لك كل خير يا جعفر. معنا لسه اتصالات صبايا ولا نروح للرسائل؟ طيب هذا اخر اتصال ونرجع للرسائلكم اصدقائي. ريم. الو. صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي فيني اسأل عن لينا بنت فوزة. لينا بنت فوزة 17-5-82. شو حابة تعرفي؟ عن الصحة والمال وبشكل عام. تكرم عيونك. فيني ضل على الهاتف لأنه ما عندي كهرباء. يلا خليكي على الهاتف, خلوه على الهاتف صبايا. لينا عم تسألني عن برجة أو شو عن أمورها بشكل عام. لينا بنت فوزة برجة التاسع القوس, عصبية كتير يا لينا, حساسة كتير يا لينا, سوء الظن بعدي عنه, خليكي مثل ما بيقولوا نيتك حسنة يعني, أو دائما وأبدا ظني كما تظن بنفسك. يعني لينا كتير أحيانا بتحس بحالك أنه بتعملي مشاكل أو بتكبري الأمور اللي ممكن أنت تعاني منها أو تصيبك بطريقة كتير مرعبة, فممكن تسوري على أي أمر صار لو كان مهما كان صغير. لينا أمورك كتير منيحة عزيزتي هالفترة هيدي, أنت عندك طاقة بس أيام ما عم تعرفي تستخدميها, فبتمنى كتير لينا تكوني كتير حريصة على الكلمة على اللفظ على التصرف, والأمور كتير منيحة يا عزيزتي. بتمنى لك كل خير يا لينا, عندك ارتباط ممكن كتير كتير محتمل, يضحك أرقام حظك يمكن, ها ما بعرف, يمكن بالشهر الخامس سنة الجاي. عنا اسم وليام ابن سميرة
15 شهر 1 مواليد 96. عم بيسأل إذا عنده ترفيع أو زواج. ويليام ابن سميرة. طيب ويليام، إذا تأجلت الأمور أو تأجلت أي أمر بخصك أنت تحديدا، بتمنى أنه تكون واثق بأنه لصالحك رح تقلب الظروف بإذن الله. برجك الأسد ناري عصبي، تبه ألفاظك هالفترة، تبه على كلامك على نقدك حواليك. حاول كتير كتير خيوم ما كتير تاخد وتعطي معهم، خليك كتير حريص أنك أنت تكون علاقتك يعني علاقاتك اصلا انه محسوبه او مدروسه اكثر. واليوم بتمنى لك الخير، ما بعرف يمكن ما ممكن عندك تاجيل عزيز، ان شاء الله كل الخير يدخل بيتك وبيت اي حد عم يسمعني ويسال ان شاء الله يا رب. رولا بنت ليلى 14 4 96، وعلي ابن حسنة 8 2 96، عن ارتباط زواج ومال بشكل عام. رولا بنت ليلى، رولا وعلي رولا. وعلي ابن حسنة. حسنة طيب. هلا ما عرفنا اذا هي ما عم تسالي هند عن ارتباط بيناتهم ولا كل اسم لحال، اذا انت معنا سما لرولا وعلي يعني كل اسم لحال، ولا الفكره انه عن ارتباط بيناتهم وزواج. حبيبتي اذا عم تسمعينا جاوبينا، بكل الاحوال عم تحسب الست فريال حول رولا وعلي. رولا عم تسمعيني؟ رولا برجك الثامن العقرب مائيه، انت قوية الشخصية، لبقى كتير، ما بتحبي اي حدا يزعل منك، خدومي كتومة سر، بقدر ما انك عصبية بقدر ما انك طيبة وبتهدي فورا. علي برجو اسد ناري عصبي، مفكر حاله للأسف يعني في شغلة بدي أقوله إياها، ما يزعل مني علي أو أنت ما تزعلي مني، مفكر حاله أنه هو أفهم حدا بالدنيا. ما بعرف، أنا بخاف أحيانا تتجاوز الأمور ثقة بالنفس أو هاي، أنا بصير عن برأيي أنا بصير نوع من المرض وهو الغرور. فعلي مفكر حاله أفهم حدا، أكرم حدا، أحلى حدا، حلو حب الذات وحب كلاتها من حب الأنا الأنا الأنا، بس مو ضروري فوق الدرجة. فأنت بتتعبين إذا عم تسأليني يا رولا عن مدى علاقة، إذا أنت متزوجة خلص أكلتيها بجلدي، بدك تدبري راسي. لا ما متزوجة بسن، لا يعني بدكم ترتبطوا. أما إذا علي أنت ويا على علاقة أو عم مرشحين لتصيروا مع بعض إن شاء الله يا رب تمنى لكم كل خير، عم بدك تحسبي حساب هالموضوع هيدا، يعني أنت بدك تتنازج كتير لحتى تستوعبي علي، فهذا الشيء بيرجع لك، بتمنى لك كل خير إن شاء الله. ريتا بنت فتاة مبسوطة. يس. 7 آب 2004، أحوالها بشكل عام. ريتا برجع السرطان مائية، هالفترة هي تعبت شوي، كان عندك وعكة صحية، كان عندك وعكة نفسية، كان عندك وعد وما تنفذ معك، فالأمور إن شاء الله رح تتحسن وتصير كتير أمورك منيحة. من فترة كتير بلشت يعني الانفرادات تحسي فيها والفرج تلمسي من خلال أنه أخبار تسمعيها بشارات خير، وأمورك إن شاء الله يا رب تفعلي فيها يا ريتا منيحة. وليد ابن كايدا، كايدا كايدا بالتاء. طيب 20 4 62، بيسأل عن وضعه المادي والعملي، وعم بيقول انه الامور عم تعكس دايما. بلا وليد كانت عم تعكس ايه، بس هلا لا صارت احسن، حتى هالفترة هيدي حاس انه لا كل ما انا عم تصعب عزيزي، لا كن واثق بانه جاي كتير لألك فرص كتير حلوة، بس تعرف تغتنمه، غير شوي من نظرتك يا ابن الحلال، يعني هالتشاؤم هالنظرة السوداء غيرها شوي، او افتح مجال انه تغير قناعتك انه انا حظي هيك، انا امور عم تتعكس معي، ظروف كل الناس ضدي، كل الدنيا ضدي، لا ما في شيء ضدك ابدا. فعلا هو برجع وبرجع العذراء، تعب فترة تعاكست معه الامور، تأجلت كثير امور، بس باذن الله بلشت تتحسن
وقدامك شيء حلو كتير كتير بإذن الله من أول السنة بتحس فيها. تمام. غسان ابن صحة، غسان ابن فهيمة عم يسأل عن الصحة، 1-3-61. غسان عم يسألني عن صحته وحكي بتمر يا غسان، وبعدين اسمك من أقوى الأسماء اللي ممكن تمر تركب البني آدم، فحلو كتير اسمك، ما تخاف. إن كان مرض بتقوم منه، إن كان ضيقة بتقوم منه، إن كان ورطة بتقوم منها، بس هدوء هدوء شوي، طولة بال. برجعك القوس، ما تكبر الأمور اللي بتصيبك، حاول خذها بمرونة أكتر، طولة بال أكتر، بصبر أكتر، والأمور راح تمشي معك مثل ما بدك وأحسن يا غسان. بتمنى لك السلامة يا رب. ريهام بنت سفيرة عم تعبك ست فريال، معلش سلامة قلبي. سلامي ريهام بنت سفيرة، عن الأولاد عم تسأل، 17-2-77 مواليدة. دالو ريهام برجع دالو على اسمه واسم امه. عزيزتي انت صدقيني انه التاخير خيره، يعني كل تاخير بيصير بامر نحن كثير بنحسه انه ناقصنا او عم نسعى حتى نحققه، وبصير في تاخير انا بعتبره خير لنا. ريهام هدي برجك الدلو وما في اي مشكله. ممكن يكون في انت او زوجك عندكم هيك شويه وعكي صحية وممكن تتجاوزيها، وقريبا كتير كتير بارك لك إن شاء الله يا رب بولد. الله يحقق كل حلم حدا بي، والله كريم يا ريهام، والعم تسعيله إن شاء الله يا رب بتنالي بإذن الله. أوكي لو سمحتي بس نرجع لرولا وعلي ست فريال بعد إذنك. لا كاتبتيهم انت رولا وعلي اللي احترنا، انه هو في طلع في مشروع ارتباط، انه يعني بيناسبوا بعض ممكن ينجحوا مع بعض ولا لا؟ قلت لك انا رولا قلت لك يا روحي اذا انت بتحبي وبدك اياه وهو بحبك، يعني اذا في وجد الحب قادر يعمل المعجزات، بس اذا لا لا، لانه انت تعبي كتير، فحطي هيك تنظرة مي، حطي تحتها قد ما تنوسي النار تحتها النار هادية تتبخر، فهو ناري وانت مي، فأنا ما تقولي ما أنزرتي، بس إذا بتحبي طبعا راح تعيشه بسلام وبأمان وبسعادة، بس مثل ما عم قلك يا رب بتمنى لك كل خير يا رولا. إن شاء الله توفيق لرولا وعلي. معروف ابن كلثوم 12-12-67 عم يسأل عن الصحة وعن كل شيء. معروف ما تكبر ابدا ابدا الوهم، لانه ثلاث ارباع المرض وهم، ما فيك شيء باذن الله. كلياتنا ممكن نتعرض لامور صحيه وبنشفى، وما احلاه المرض وبعده الشفاء بيجنن، تحس بحالك انه انكتب لك عمر جديد، فشعور بتعيشه كتير حلو. سلامه قلبك اذا حاسب اي وجع. على كل حال برجك سرطان مائي بيستوعب وبقوم وبيشحن طاقته منه لحاله، فالظروف كتير بتساعده، وجاي حظك يا ابن الحلال، فتهيأ لفرصة كتير منيحة، فخلي عندك روحك انه كن واثق انه لا ما في نيشي، كتير ترتاح يا معروف. بالتوفيق يا رب. فاطمة، فاطمة بنت منيرة 10-3-69 عن كل شيء كمان حول فاطمة. فاطمة، فاطمة تعبتي بتقولي والله أنا اللي حملته وما حدا حمله بالعالم، بلا في غيرك كتير، كل واحد فينا بيقول هيك نفس الكلام، بس تتحلي أنت فعلا بشحنة كتير قوية، عندك صبر على الشدائد،
بتعملي من لا شيء شيء. أنا بهنيك كتير يا فاطمة، كتير أمور منيحة، كأنك بتستردي حق لإلي. ممكن يكون مال، ممكن يكون عقار، ممكن يكون ورثي، ما بعرف، بس عندك حق بدك تسترديه بطريقة ما، وكتير بيكون بداية لخطوات أو لطريق كتير منيحة معك سنة الجاي بإذن الله. متألقة فيها كتير يا فاطمة، فإذا عندك أي مشكلة بتنهيها، أي ظرف كان هيك شوي مقيدك بتحرري منه، وإذا حدا حتى كرهاني أو أنت كرهانتي بتخلصي منه، ما بعرف كيف، بس بطريقة ما بتتحرري من كل شيء زعجك. شكرا كثير لك الخبيره بعلم الفلك والاسماء والارقام. جهزتي حالك لاسم جديد كانه، لانه نحن صار لازم نختم. طيب طالما جهزتي حالك لاسم جديد، وبعد اذن مخرجتنا سبا ناخذ اسم على اللاتعيين ديالا. اوكي بس هيدا تكرمي، حاضر. ديالا بنت الهام 30/1/99. هلا عم تسال ماليا وصحيا وبكل شيء. ليش مجاز كلماتك ديالة يعني؟ ماليا وصحيا وبكل شيء حابة تعرف ديالة. ديالة حتكون معنا آخر مسج ديالة. أكيد نحن يوميا أصدقائي رح نكون معكم بفقرة الأبراج، ما تواخذوني بس صار انتهاء مواد البرنامج. تفضلي ست فريال. ديالة رح قل لديالة بصراحة شو هي جوزاء، ما بتجي أبدا إلا بالسياسة، بالصعوبة صعب. جوزاء ترجعك معدتك، انتبهي من عصبيتك. بتمنى كتير يا ديالة تنتبهي على اسلوبك بالحياة، كأنك عايشي لوحدك بعالم. ايه ما بيصير ديالة، انت فعلا تعبانة، الحولك تاعبك، شكله جو العائلة ما نمرح لإليك، في شيء هيك نغص عليك. بعيد الشر عنك، وان شاء الله يا رب تخلصي منه عن قريب ان شاء الله. يا رب امور كثير منيحه يا رب، وبتمنى لك كل خير يا ديالة. ست فريال، وبعد اذن ست سبع كمان، لانه حرام يعني علي من وقت اللي كنت بالصباحي هو بعت الرساله ورجع جدد الرساله، لا ما في غيره، لا سبع لا. رح نختم بس كونها الساعة يعني 42، نختم على 45. معلش علي ابن سميعة، هو أكثر من مرة صراحة بعت، بس لأنه في خناقة مشكلة على ما يبدو. علي ابن سميعة 30/6/88 مع عبير بنت روزا 13/8/94. في رجعة، في صلح يا ترى، في نصيب، بيتصالحوا هيك كاتب. علي لأنه صديق. كاتب كرمال الله جاوبوني. علي انت صديقنا ونحن صرنا نعرف سرك كلياته. انا قلت لك هذيك المره خلصنا بقى من هالحكايه، يا خطب يا ما بطل، خلصنا. انت وعبير لا حدا عم يفهمكم ولا عم ما بتعرفوا شو بدكم. ست فريال مليت. لا بالعكس، انا بتمنى انه تعملوا شيء هيك، دائما يصير في عندكم اكشن يعني. علي بلا لسه بترجعوا، بس هل بيسألك سؤال هيدي الرجعة شو رقمها؟ لك انتي جاوبينا، لسه بيتركوا طب بعد هالرجعة؟ تماما. انا قلت له لعلي لسه بدك تترك او لعبير، ما بعرف مين سألني منكم، بس ترك ويلا ورجع ورجع. والله العظيم من تعرفي ست فريال، اوقات كتير بدها الناس كلمة بتشفيها يعني، خاصة من حضرتك يعني، وكل حدا بيشتغل بهذا المجال. بلا علي انه بدهم جواب قطعي في نصيب يعني، لحتى اعرف انه نهاية هالقصص كلها في نصيب. فشو الوضع بين هالشخصين يعني علي ورودا؟ اثنيناتهم علي ما فينا يعيش بلا عبير، وعبير ما فينا تعيش بلا علي، بس اثنيناتهم عم تستغلوا بعضكم. يعني كيف عم تستغلوا بعضكم؟ بالامور العاطفية يعني. علي بعرف انه بترجع تراضيني، وهي صار خلصت طاقتها يعني. علي انا مني لمنا لا ما براضيك، انت لازم ترجع تراضيها. وانا قلت لك هذيك المره رجع انت راضيه، لانه انت الغلطان مع علي. علي رجع فورا لانه بدك ترجعوا. طيب. فما تطولوا مشان ما يكبر ليكي الشرق. ليكي ليكي هو معنا على الهواء عم يسال. بنرجع في حب؟ طيب في حب على ما يبدو هو طيب على ما يبدو هو حايبه يعني مشاعره تجاهه. شو خلينا يعني نرضي علي. فضوله أكتر. طيب علي هي بتموت عليك وانت بتموت عليا، بس انت لشو هالشوفة الحال يعني؟ علي رجاعا انت اللي عم تعمله، انت اللي عم تستفزه، وانت اللي عم تتصرف تصرفات غلط، وعم تخليها تغير عليك وما توثق فيك. بعدين تعال هون علي، والله انت اللي مأذنب يعني، احنا على الهوى بس انت اللي مأذنب. فعسريع صلح وعود وحاول اهتم اكتر.
هلا بكل الأحوال إذا كان العطل دايما من علي فيرجع حاله، لأنه بكل العلاقات ممكن يضل هيك يعني الأمور العاطفية متعبته إذا كان هو السبب بهذا الموضوع، لأن الواحد ما في يطلع عن طبعه، فحلو أنه الواحد يطور حاله أكثر. طيب بحال كان العطل منا أنت، المفروض ما في حدا أكثر منك يا علي بيعرف حاله وبيعرف يقيم وضعه، فبحال هي اللي تعبتك، أي شيء تعبتني ببساطة ببعد عنه وبغني له، ما هيك؟ لا لا علي، لا علي أوعى ما تظلمه. فأنت بتستفزها لتتصرف هي تصرفات، ممكن يكون تصرفها غلط إيه أو ردة فعل، بس أنت السبب، قادر تلملم الأمور وترجع تعملها أحلى من الأول. أوكي شكرا، متأكدة ست فريال، شكرا لك علي، إن شاء الله بالتوفيق، الله يريح قلبك وقلبها. شكرا لك، بدنا نسمع غنية لعلي لأنه خطرناها كتير. يا علي يا علي دير بالك يا علي، إن شاء الله منفرح فيك. فشكرا لك ست فريال، شكرا لك كل الأصدقاء المستمعين، تكونوا بخير، باي باي.